السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي الموديل كامل، عايز جزء منه بس، فأعمل سيلكت بالشكل دوت على الجزء اللي أنا عايزه. تمام كده، أنا عملت سيلكت النقاط. خلي بالك هو بياخد بنقاط، يعني مبياخدش عنصر لا بياخد نقط العناصر نفسها. فأنا هاجي هنا أقول له كليب أوت سايد. يعني إيه؟ يعني الحاجات الخارجية ألغيها، اللي مش داخل معايا في السيلكت ده ألغيه، أنا عايز الحاجات اللي هي معايا في السيلكت بس. تمام بالشكل دوت. طيب ممكن برضو أجي كده، تمام، وأعلم على الحاجات ديت، تمام، وهقول له انا عايز الحاجات دي هي اللي تختفي. تمام، فهقول له كليب انسايد. تمام، يبقى لي الجزء دوت. ممكن اعمل سيلكت بطريقه اخرى، الا وهي ان انا هاجي هنا اقول له انا عايز فينس، وابدا ارسم عن طريق النقط بالشكل دوت، بحيث تبقى عمليه ادق شويه. ولما تخلص تدوس مرتين او انتر. تمام، واقول له ايه كليب انسايد. تمام، فدي بعض الادوات بتساعدني. خلاص انا كده حددت ان الجزء ده هو ده اللي انا عايزه ابدا اشتغل عليه. ممكن جزء معين تحدده وتقول له ان ده حيطه، ان ده اي جزء يعني. تمام، طيب ممكن تقول له انا عايز بلان، يعني في بلان معين انا عايز اخفيه مثلا. هتقول له انا عايز مثلا البلان دوت اهو. حدد نقط عليه. تمام، خلاص هو خد الحاجات اللي موجوده في على الشكل الافق دوت. تمام، فتقدر الحاجات دي تقول له ايه كليب انسايد عشان نخفيها. فده بيديني قدره اكتر على التحكم. فانا كده حددت الجزء بس اللي انا عايزه. طب لو حبيت ارجع في الكلام بتاعي واظهر كل الشغل، هاجي هنا اقول له كلير. تمام، اقول له انكليب اول، يظهر الشغل كله. طيب لو انا عايز اشوف ايه جزء معين من المبنى وابدا اتحكم في الموضوع دوت، فبقول له ليميت بوكس. تمام، بقول له انا عايز اعمل ليميت بوكس ده غير حاجه بالشكل دوت. فابدا احدد انهي جزء اللي انا عايز اشتغل عليه، مثلا الاتجاه دوت، وابدا احرك. هتلاقي الاجزاء بدات تختفي معايا بالشكل دوت. تمام، يعني خلينا نخفي جزء صغير. تمام، واجي دلوقتي من الناحيه دي اخفي الجزء دوت، وهاجي من فوق لتحت كده اخفي الجزء دوت، وهكذا يظهر معايا الجزء اللي انا عايزه بس. تمام، تقدر تقول له بيك اوبشن، كونفيرم، كانسل، زي ما انت عايز. يظهر معايا الجزء ده بس اللي انا عايزه.